السلام عليكم، تزامر مرة ثانية. راح نكمل الفيديو، راح نكمل الفيديو عن شرح الريجولار سبريشن. زين، احنا وصلنا للفيديو السابق ان شلون نسوي المتلاير. اذا شايفتوه شفتوه شلون نسوي متلاير، نعرف انه هذا متلاير، نعرف انه هذا متغير يعني او لا. طيب يعني مثلا كاركتر او اي شيء، مو الا حتى ارقام يصير. زين، هسه راح ننتقل انه بعد ماكو مسج ننقل الحل. ننقل مثلا الحل مالتنا، هسه لازم ننقله. مثلا نقول له هذا، نقول له اياه مثلا تكست بوكس، سوري، خليني اقول له، اقول له اف شنو اذا هذا الحل، اقول له اف شنو اذا هذا هو هسه متغير مثلا فيجي. يعني خلي الشغل هيك، سوري، خلي الشغل هيك مثلا. انت مسوي على شنو؟ انت متغير، فايش اقول له؟ اقول له تكست 2، تكست بوكس 2، زين دوت تكست بي، شو يساوي؟ حتى دوخ مجرد رسالة بسيطة مثلا is valid. اوكي، وإذا لا أضف لي تكست، تكست box to dot text dot clear dot clear. اوكي، زين، مجرد يقول لي valid او لا. هسه خلينا نجي نشوف حتى ما يطلع لنا مسج وشويه ياخذنا. هاي مجرد توضيح صار مثلا. واذا لا ما يطلع لي شيء. هسه نجي ننتقل الى الخطوه الجايه، شلون نسوي مثلا المصفوفه. شلون تعرف ان هاي مصفوفه؟ اوكي، شلون تعرف ان هاي مصفوفه؟ كان الواجب السابق، شلون تعرف ان هاي مش مصفوفه؟ خلينا نعلق هذا الشغل، ناخذ منه كوبي ونعلقه. اوكي، نعلق الشغل، نمسح. المصفوفة شنو؟ شنو فرقها عن المتغير؟ شنو فرقها عن المتغير؟ نفس الشغل، من هذا متغير، ما راح نغير بيه شيء، بس شنو شي يجي وراها؟ خلينا نجعل بينت شوية، نجعل هون المرفوف كل شيء، نجعل بينت شوية. مصفوفة شنو؟ انتجار مثلا اكس، وهنا فد سايز معين، سواء سايز أو متغير، هاي نجي نسوي مشكلة. تمام هسه. اوكي، يعني مجرد الاضافه شنو هي صارت عندنا؟ الاضافه اللي هي هاي، اللي هي شنو هي صارت؟ الاضافه اللي هي هاي. اوكي، الاضافه اللي صارت عندي شنو هي؟ اللي هي هاي. واعتقد سهله جدا، يعني اذا فهمت ذاك السؤال انت، هاي سهله جدا عندك، سواء مصفوفه او فانكشن. ما اعتقد الا حق نشرح الفانكشن ليش راح يكون واجب مالت شو اسمه مالت الجاي. زين، هاي شلون؟ ببساطة احنا عرفنا شلون نميز هاي، شوية عرفنا شلون نميز هاي، وشلون نسوي الاكس، وشلون نسوي السيمي كولون. فقط على هاي؟ لا طبعا. هاي شلون؟ خلينا نفكر على الناس. اقول له بداية، شات وين راح؟ عارف، بس نضيف اقوى، اي بس نضيف اقوى الارقام، يعني سهلة مو صعبة، بس خلينا نشوف. أقول له بداية يجي شنو؟ قوس. أوكي، هنا أنا يجي رقم، شلون أقول له الأرقام تجي؟ الأرقام أقول له تجي من الصفر للتسعة، مو صح؟ أو شنو؟ قلنا ما يجي أرقام، أو شنو يجي؟ متغير. سوري، أو شنو يجي؟ متغير. فأقول له تجينا هسه قواس 6، وهاي من الصفر للتسعة، أوكي؟ أو شيء يجي هنا متغير، فايربل، فايربل عندي شلون أسوي يعني، أوريدي عندي. زين؟ وأقول له شيء يجيني بالنهاية قوس بس هاي. إيزي. أوكي؟ زين. هاي
مثل ما قلت لك، اذا تروح ايش تسوي؟ عزلها على جهه، حلها بس هي هاي المشكله وارجع ضمنها ويا كودك. ترى اسويها هيك انا هسه، حل بس هاي المشكله مال الاقواس، بس هاي ونضمنها ويا كودنا بعدين. طيب فهذا نسوي له تعليق. اوكي نشتغل معنا. شنو هي هاي الاقواس؟ شو اقول له؟ هذه ايش قالت؟ قالت اقواس هيك خليها. من تخلين هيك راح يقول لك البرنامج، راح يقول لك لان اقواس ترى انت هذا عندي انا مستخدمهن زين شلون؟ زين تدرون هاي القوس بقى هو نفس هاي مو نفس هذا القوس الشات الثاني؟ زين خليني اكبر شويه يعني نفس هذا القوس، راح يقول لي مستخدم انت ما يصير، حتى شو مصر لونه ازرق يعني هذا من يصير لونه عيني انت من يصير لونه مختلف مو مو برتقالي او شلون هذا اللون احمر او برتقالي زين او اصفر ما ادري شلون شو تشوف وانا شو برتقالي زين. فمن يصير لون مختلف مو برتقالي اذا هذا اقول شيء مستخدم. لو شفت انت لو شوف سلاش اس شلون صارت لونها متغير، الدولار لونها متغير، بينما من تخلي مثلا 9 بس لونها صار احمر او برتقالي، من يصير برتقالي اذا هاي سترينج اشتغل تمام، من يصير لونها متغير اذا هاي شيء محجوز، اذا شيء محجوز زين. محمد جاسم شو يقول؟ يقول زين انت هسه حطيت بحط لك جروب او كاركتر تشوفون يعني يقول لك محجوز هذا الشيء اللي تجيبه. طيب زين هاي شلون؟ اقول له اي شيء ملاحظه اي شيء محجوز ونريد نستخدمه كمتغير يعني كسترنج، اي شيء محجوز ونريد نستخدمه كسترنج شو نسوي له؟ نخلي قدام سلاش بس خلينا قدام سلاش صار شنو؟ سترنج. من شوف حتى لونه تغير، من نشيل السلاش شرجع ازرق او زين او سمائي بدي اشوف زين. فبنخلي سلاش اذا شنو صار؟ صار شنو؟ صار قوس. ومن اخلي ارسل السده هم زرقاء شوف هسه شوف صار مو نفس ايش اخلي لها انا سلاش لو تشوفون حتى صار بولد شويه يمكن ايش انت تقول هسه شوف اذا اشيل هذا الشيء يصير شوفوا يصير يعني شويه صغير يعني مو مالته كانما وانا اخليها هيك شيء صغير يصير تمام زين زين. اوكي هسه نجي نختبر هذا، هذا شنو هسه؟ بس قوس سده وفتحه خلينا نشوف صحيح ولا لا يشتغل هذا سده وفتحه بس. طبعا هاي يقول لي بعد كاركتر هذه الوندا طمات شو المسج واضح خلي خليها هنا فشكل له مجرد اقول له قوسين فتحه وسده شوفوا اشتغل صح مثل ما اريد اشتغل زين. خلينا نجي نخليهن هيك بس راح يقول لي سيعطيك ايرور شوف اصلا ضرب ايرور شوفوا شلون فيعني تنتبهون هاي الشغله ليش؟ لان اقول لك لازم اكو شيء بيناتها على شنو انا اسوي اوكي عشان خلي بينات شنو القوس يعني شو اسمه القوس الفتحه والسده زين سوري بس شفت المسج اوكي هسه شو نسوي؟ انا شو اريد اقول لبين ذني؟ اقول لبين ذني اكو ارقام زين واحد يقول لي حط سبيسات وحط الارقام مثلا اللي هي الارقام هيجي هذا صح لو خطا هذا طبعا خطا قلت لكم هين شيل سبيس شيلو بخلي سبيسات يعني حتجبرك هاي السبيسات تعطي تخلي سبيس شلون خليها بهاي الصوره سلاش اس ستار او سلاش اس بلس حسب حاجتك زين هسه هذا شنو صار عندي؟ صار عندي مال رقم شنو صار عندي مال رقم مثلا 9 بالضبط شوفوا بس لو نخلي مثلا 93 نوت بالضبط اوكي خلينا نحطها في اكس بوكس واضح يصير بس بالضبط فهاي شلون اذا اريد انا لا اريد ارقام هواي امين اخلي شنو بلاس ليش؟
لان هاي اريد على الاقل يجي رقم واحد، على الاقل يجي رقم واحد. اذا اخذت ستار هيجيني شنو فارقات، انا لا على الاقل يجي رقم عشان حنطيت هيك. طبعا راح اسوي الكلام بسهوله، يعني ما راح اعالج كل الحالات، لان اذا اعالج كل الحالات حيصير الكود معقد وانا ما اريد هذا الشيء. مثلا نخلي 90، اوكي اصبر. اذا نخلي مثلا حرف هسه ما يصير خطا، اوكي هسه خلصنا من الارقام. زين انا شو اقول لك؟ اقول لا يجي ارقام او يجي احرف، يعني كانما يجي ارقام او احرف او متغير بصوره عامه، مو صحيح؟ او متغير شنو؟ بصوره عامه. فشو اقول لك؟ انا سويت قبل شويه مال المتغير، فاذا مجرد اشيل هاي مال المتغير اللي سويتها اخذها كوبي، اقول له يا اما متغير اخليها بين قوسين حتى ما تدوخون، هاي بين قوسين شوفوها، هاي مال المتغير اول وحده، هاي مال المتغير بين قوسين، اقول له يا اما متغير او اور او شنو رقم. واضحه هدير اللي تشوفينها بتبارك يعني ويانا فاطمة باسم، واضحة أعتقد هاي. أقول له يا أما متغير يا أما رقم، يا أما متغير يا أما رقم، أوكي؟ لأن شنو إحنا بين قوسين تدرون، لا يا أما يصير متغير يا أما يصير رقم. فخلنا نجي ننفل. هدير صالح رايز هاند، أوكي. تفضلي هدير. تفضل يا هدير، سويت رايز هاند. فاتيتك ما اعرف اذا عندك سؤال او لا، نزلت لديها اوكي يعني هيك بالضبط. اوكي طيب، فهسه اعتقد واضحه انه اوكي. اذا فهمت مجرد تعطوني بس رياكشن حتى، يعني اذا طلعت شات شويه زين. ف تمام هسه نجي ننفذ انتجار x مثلا 10، سوري بدنا نفذ بس هذا، ترى شوفوا اشتغل. واذا اريد مثلا ان انا نكتب سايز مثلا هم اشتغل، تشوفون مثلا نكتب s 10 هم يشتغل وهكذا. اذا هسه حلي اوكي. طبعا ما راح اعالج كل الحالات، هاي ملاحظه يعني حتى شنو، حتى ما يصير الحل دوخني، انا احاول اوصل لكم زين. بس صار عندي جاهز مع الارقام زين. هسه نرجع لحلنا السابق اللي هو هذا، نرجع له. حلنا السابق شو يقول؟ يقول كان عندي انتجر ومتغير ورا فارز منقوطه. اقول له لا لحظه، قبل الفارز منقوطه شو تخلي لي؟ تخلي لي هذا كله، هذا كله تخليه، كله تخليه هنا يعني. هاي لين عملنا نحط سبيس هذا هسه اوكي. اعيد وانا اخليه اعيد. هذا شنو؟ انتجر. يعني خلينا ناخذ مثال احنا حتى نكون واضحين. انتجر اكس مثلا 10، اوكي. هاي الانتجر اخذناها من هاي القوس، اوكي اوكي. هاي السبيس خلناها من هاي، هاي الاكس اللي هي هاي كلها، اوكي زين. ورا الاكس يجي له قواس، اوكي قواس وين هنا؟ في قواس ثاني وراها، عندي قواس ثاني اللي هي هاي من هنا، من فتح القوس احسب القوس. قلت لي وراها شيء يجي، وراها يجي فارزه منقوطه، اقول لك هاي الفارزه منقوطه. انتهينا انتهينا. تعليق ونجي ننفذ. نجي نكتب انتجار x 10 ست قوس، صحيح انتجار x السايز valid. طبعا اذا مسح يعني مو valid، او يكتب له رساله مثلا هيج نشوف هسه not valid، لان هاي ان ار تي صارت اي ان ار ارت، اوكي. طبعا مو بس هاي، تقدر تسوي كاركتر مثلا، طبعا كاركتر في المتغير تضيفه مثلا اس 10 اوكي.
هسه اعتقد صار واضح. ما انا متغير سؤال، ما انا مصفوف العفو سؤال. هديل او فاطمة سؤال. طبعا عن الحل الناشر يعني بالشتمة بالقناة اعتقد شوية صعب يعني، احاول اسوي لها ابديت او هذا اعتقد هيك صار واضح يعني. مش شوف ترى مو من تشوف الريجولار اكسبريشن طويل تحس انه الحل خلاص صار صعب، لا شوف هسه مجرد هي مجرد شلون نقول تصفطها للريجولار اكسبريشن. اوكي هسه نجي ناخذ طبعا اعتقد الفانكشن صارت سهله هي نفس السالفه، فنجي ناخذ شنو؟ ناخذ الواجب التالي. الواجب التالي مالتنا شنو؟ راح اشرحها لكم ويعني اعطيكم فد هنت عليه. يصير نحل هيدروجين واجب يقول لك هذا الرقم مثلا، من راح ادخل هذا الرقم؟ شو يقول لي؟ يقول لي هذا فلوت. اوكي من ادخل هذا الرقم؟ يقول لي هذا انتجر. اوكي وهكذا. زين ملاحظه مهمه، واحد هسه راح يسالني اكيد يقول زين اني الدكتور شو تقول؟ يقول الكود مالتي اريده شلون يقول يعني كله يعني شو مو بس انفذ هذا الكود. اوكي هاي عندك ايلز اذا هو مو على ريجكس 1 مثلا اللي هو شنو ريجكس 1، او نكتب مثلا ريجكس اري ريجكس اري. اقول له اذا هو مو ريجكس اري اذا هو ايلز اف مثلا ريجكس نمبر وهكذا. اوكي فهمتوني؟ خل اسوي لكم مثال هسه مثال واقع نخليه. اصلا عندي ريجكس انا ماشين مع متغير وريجكس مال اري. اوكي مثلا ريجكس فار هسه اكيد راح يقول لي واحد شلون زين از ماتش تكست اوكس تكست. اوكي زين هاي از فاليد اري مثلا هنا نيم از فاليد شنو فاربل، واذا لا ايلز مثلا تكتب له syntax error او is not valid is not valid مثلا anything. اوكي تشوفون هسه هاي طريقه يعني مبسطه، تقدر طريقه يعني شويه معقده اكثر من هاي نسوي فاكشن وهاي، بس تدوخ نفسك هيك تشتغل والامور طيبه. لا تهتم بالحل يعني اشرب القناه يعني عندنا نشوف كود كامل انا وشو وجه الصعب هنا شوي شوي نفصل. مثلا انتجر اكس شوف ايش يقول لي از فاليد فايل اذا اخلي له 10 از فاليد اري. اوكي انا اشوف ان الكود يصير تراكم بهاي الصوره. اكو سؤال هسه خاصه هذه اللي انت شويه يعني جديده، هسه شلون نسوي تراكم؟ هي اكو مشكله انه بس مجرد اف ايلز. طيب ما اعرف هاي رساله قديمه هاي. واضح هسه؟ فاطمة هدي واضح؟ والبقية من سجاد ما موجود سجاد. زين. أعتقد واضح من شلون نسوي تراكم. أي هاي آخر شيء. جيد عندك. راح أسوي لك ميوت أخاف أخذ. اخر واحدة احنا سويناها قبل شوي، سويناها انه ما متغير اكو مشكلة، ما متغير اكو مشكلة ما اكو مشكلة. زين هنا ايش سوينا؟ سوينا مال الاري هاي مو صحيح، مال الاري سويناها. زين ستار ايش يقول؟ الاثنين ما حاضر يعني ستار ايش يقول؟ لا سوي الحل تراكم يعني، يعني لا تخربوا يعني مو تسوي كل برنامج جديد تفتح نيو بروجكت وتكتب كود من جديد، خطا. هو الكود نفسه اجمع عليه، شلون هسه اجمع عليه؟ ما فتحت بروجكت جديد لا اجمع عليه، اذا اشوف البروجكت مالت القديم يمكن شايف يوتيو شي فوق شي يعني ما اجمع عليه.
فش قلت له؟ قلت له ريجكس الاراي، هل هو من ضمن الاراي يعني يوافق الاراي؟ فش قلت له؟ اسفالد اراي. شو هاي اراي؟ قلت له اسفالد اراي طبعت الرساله، يعني اذا كان يوافق الاراي، اذا كان يوافق هاي مالت الاراي شروط الاراي، قلت له اذا يوافق شروط الاراي طبع لي شنو فالد اراي. زين هاي شروط شنو المتغير؟ قلت له هل الفار الريجكس للفار هل هو يوافق شروط المتغير اللي هي ذني شروط المتغير؟ اذا يوافقها نطبع الرساله، يصير هنا اطبع اراي خطا ما يصير. ليش؟ لان هاي بدنا نحكي على الايدنتيفاير، على المتغيرات الفيربل، يصير نخليهم بالاراي طبعا لا. اوكي، واذا لا اخر شيء شكل لك اطبع لي كل شيء ما تفرق. يعني تشتغل جديد؟ قواعد عن جديد. هسه نجي مال المتغير، خلينا نجي مال المتغير. طبعا هنا من احط هذا المتغير، من احط هذا الرقم شو يقول لي؟ يقول لي float. اوكي، ومن احط هذا المتغير الرقم عفوا شو يقول لي؟ يقول لي انتجر. هاي شلون عالجها؟ هاي شلون عالجها؟ يعني شلون اعالج ان هاي الشغله؟ هاي اعتقد هي يمكن اسهل شيء راح تنسي. طبعا انا ما راح اعالج يمكنهن الفلوت التبع تبعها ما اخذه. زين؟ فراح اخذ لك الفلوت، لان انت ما اخذ الفلوت، فراح اخذ لك الفلوت واعتقد هو الاصعب يعني. زين، انتبه هالشغله. الفلوت اللي تريده الدكتوره شلون؟ تريده تقول لك زيرو مثلا هيك رقم او هيك او شنو. اوكي، يعني هاي الفلوت انه يجي هيك الرقم مرات، بس احنا خلينا ناخذها اسهل صحيحه انه ما يجي هذا، يجي مباشره رقم، يعني رقم من بنات هندوت. ليش؟ لان حتى برمجيه ما راح تفرق. اوكي شباب، فناخذ هندني، هو ياخذها برمجيا يعني شو ما ياخذها، بس ناخذ ذني هسه بعدين نرجع عليها. بالضبط، اذا بي دوت اطبع هذا فلوت، بس مجرد هاي يعني سهله. فنجي نسوي مع شنو؟ مع الفلوت هم مثل ما علمتكم، نسوي كوبي شو نسميه مثلا ريجكس شنو، حتى ما تدوخ ريجكس شنو فلوت او نمبر، يعني هي اثنين نسويهن نقدر بريجكس واحد احنا. اوكي، نمبر. زين النمبر شنو؟ ما احتاج لاني كلهن ما احتاجهن، خلينا نمسحهن كلهن، نجي نبدي من جديد. خلينا نجي هنا نسوي سكتش اول شيء، نشوف شلون. اجي اقول له الرقم اذا كان بدايته رقم وبياناتهن دوت ونهايته رقم. اوكي، اذا هذا شنو هو؟ اذا هذا إذن هذا هو float. أوكي، هسه نجي ناخذ هالشغلة مهمة. الرقم إذا تسويه هيك شيء صح ماكو مشكلة. هاي صح ماكو مشكلة. أوكي، بس تقدر طريقة ثانية شنو هي؟ اللي هي تخلي سلاش لو تشوفها decimal digit character. هاي شنو؟ هاي تجيب لي في المرة الواحدة شنو؟ في المرة الواحدة شو تجيب لي؟ تجيب لي رقم واحد. يعني هسه من أخليها شو تجيب لي؟ تجيب لي رقم واحد. من اخلي عليها بلاس او ستار شنو يصير؟ يصير ارقام هواي. اوكي، فانا شو اريد؟ رقم واحد لو اكثر من رقم، اكيد اكثر من رقم، لان يجوز 130 مثلا، هاي اكثر من مرتبه، اكثر من ديجيت. عرفتوا شلون؟ هاي 1 ديجيت، هاي لو شوفوا هاي ديجيت واحده هسه تجيب ديجيت واحده. ولو نجي نخلي له ال اف هسه نجي نشوف شلون الشغل. يوم عودة ال اف شنو؟ regex number dot is match tx one dot tx. okay، is valid number no okay خلنا ناخذ number ما نحدد float او شيء. okay شوف هسه انا اخليه لا واحد، يقول لي is valid number. انا اخلي له 10 نوت فالد. ليش؟ لان قلت لكم هاي تاخذ مرتبه واحده. زين شلون اخليها تاخذ اكثر من مرتبه؟ ايش اخليها؟ بلاس. لو نجي نشوف هسه
صارت لوب على الديجيت، يعني احط له مثلا اوكي، يعني صار لوب على الديجيت، يعني تون شلون، وحتى لو احط له مرتبه واحده ونفس الشيء. اوكي زين، هسه شو اقول له؟ اقول له يجي ديجيت ويجي دوت ونو بيجي ديجيت، مو صحيح؟ هاي حاله. هسه نجي كل الحالات طبعا نعالج. ايش اقول له؟ اقول له اذا بلاس سوري شو نقول له؟ نقول له اذا اكو دوت، هسه احد يقول لي شنو هاي الدوت؟ هسه راح نجي نشوف شنو هي. سلاش دي زائد، متوقعها شنو انت هسه؟ متوقعها تشتغل مو صح؟ اوكي، لان ليش رقم وبنصه دوت ورقم مو صح؟ نجي ننفذه، رقم يعني دوت ورقم، قلت اوكي صح. زين اجي اخلي بمكان هاي الدوت، اخلي شخابير او اخلي سوري بس مثلا بس اكس هم ضابط، اخلي مثلا ضابط. زين شنو هاي؟ باو هاي الدوت هاي محجوزه، وقلت لكم اي شيء اسرق محجوز، هاي محجوزه. هذا شو شنو هي هاي؟ يسموها anything، ما طلعت لكم هاي الدوت. انت تكتب دوت معناها اي شيء، الدوت معناها شنو؟ اي شيء anything. جاية الدوت anything كل شيء بس كون كاركتر، يعني بخلي لوب هيك اكيد يجيني loop of anything. الدوت شنو معناها؟ anything. اوكي اللوب معناها الدوت شنو معناها؟ معناها anything، رقم حروف متغير، رقم حروف رمز، اي شيء، سبيس، اي شيء اي شيء اي شيء. فهمتون؟ فزين احنا قلنا اي شيء نريد احنا نستخدمه، اي فد شيء محجوز نريد نستخدمه، انه مثلا كان هنا سلاش، عفوا كان قوس سوينا عليه حطينا قبل سلاش، فايش اخلي؟ اي شيء اريد استخدمه مثل ما اريد انا، يعني كدوت او كقوس او وات ايفر، شو نخلي؟ خلي سلاش صارت دوت. نجي ننفذ هسه، نجي ننفذ صح. اذا نخلي مثل قبل شويه شيء يقول لي ما تضبط. اوكي طبعا هذا سووا انه سووا مثلا الليفت اوت. اوكي حتى بدو خون، يعني مو سووا ممكن انه بواحد حتى ما تصير دوخه. مثلا شغل لهاي نجي ننفذ مثلا 10.1.5 is valid float. إذا حط حرف أكيد راح يقول ليش إنه not valid. إذا حط رقم من الباتشر بيناتهم، يعني إذا حط دبل دوت شي يصير أكيد. أوكي نعم سهل أعتقد، لو صعب أكو مشكلة. سهل لو صعب؟ هسه الفلوت مرات شي يجي، مرات يجي بهاي الحالة انه صفر تبدا مثلا. اوكي يعني شنو معناها؟ معناها هاي تساوي شنو؟ تساوي هيج. اوكي فهاي شلون نعالجها؟ شلون نعالجها؟ بضافة بسيطة هنا شلون نعالجها من يقول لي الموجودين. اشتيتش نخلي ستار اشتيتش بس مجرد شن نخلي نخلي هاي مكان هاي شنو ستار. بعد هو يجي مثل ما نريد او يجي بدون. اعتقد يعني صار سهل الموضوع، صار سهل. طبعا هذا واجب اشرح، يعني يصير عشان حرص يعني كلش، يعني كلش بتواجههم مشاكل اعتقد بهذا الموضوع، حليتكم اياها بهذه الصورة. الانتجار جدا سهل، يعني جدا جدا سهل، فهمتون؟ يعني يمكن كاركتر واحد هو يحل الانتجار، وتدرون انتو هسه يمكن اذا فهمتوا هذا تدرون ان الانتجار صار كلش سهل. دي على شنو؟ فهمت؟ بالبداية على سلاش دي.
نخلي ستار البداية. صحيح، عشتيج. سوري، عشتيج. سويت الانتجر صعب لو سهل؟ الانتجر سهل لو صعب؟ شباب ما اعرف بعد انتو شلون راح تحلوه. طبعا هذا يعني واجب الجاي، واجب واجب الجاي. اعتقد انه هو سهل، مو صعب الانتجر، يعني تقدر تحسه، يعني شاف هذا الفيديو افتهمه اكيد يقدر يحلل. اذا اكو سؤال يعني قول لي، اريد ما اكو سؤال حتى نسد البث. اكو سؤال؟ فاطمة ماكو سؤال. أعتقد الشرح يعني كلش يعني من الصفر. مثل أرجع وأقول الحل للبقناة، راح يعني أعيد يعني الحل مالته وأنزلكم. يعني حسيت وايد عندهم مشكلة من الحل، ما أي ما أنا أعطيكم الحل يعني المضبوط الصحيح، فهمتون شلون؟ حتى أي مشكلة متواجه به، فهمت أي مشكلة متواجه به. بس ما يعني اذا تواجهون مشاكل في فراح شنو، راح ادخل من القناة وان شاء الله انزل الحل الجديد. اكو سؤال طلاب لو تمام الامور؟ اهم شيء لا تدوخ من ذني الشغلات، يعني الامور الظاهر انه ماكو اي سؤال. تحياتي لكم، شكرا جزيلا، مع السلامه.